كده كل الناس بتضحك. ايوه بلاش سان داونز، فطلع سان داونز. طب خلاص، طب طبيعي هنضحك بقى خلاص. طبيعي خلاص هنضحك بقى، لازم اي هاف تو ديل. طب ليه بلاش سان داونز؟ ليه بلاش سان داونز؟ لان انا اهلاوي، في حاجات بتحصل في الكواليس مع الفرقه، انا موجود مع الفرقه دايما. انا الوحيد العربي والاجنبي الموجود في الفرقه. على الترابيزه بتاعت التكنيكال ميتنج دايما انا مع الكوتش بيتسو. طبعا انت بتبقى قاعد عشان بيفكوا الدنيا بقى، خلاص انت مصري انت اهلاوي، طب احنا هنعمل واحنا هنخلي والخمسه. يعني انت بتتبهدل جوه الفرقه. بتبهدل جوه الفرقه وبتبهدل مع الاهلي. وفي ايه يا جماعه؟ يعني انت اول واحد تحفل عليك في الخمسه. من كل من لعيبه، مع انك انت من اسباب الخمسه. ماشي، ما تقنعنيش بدماغك، انا فاهمك كويس. اوكي انا عارفك كويس. ماشي، بس في النهايه انت بتلعب او انت مع فريق عقلك وشغلك بيقول ان انت هنا. كابتن مش سهل. عقلك وتفكيرك بيقول ان انت هنا، قلبك في الناحيه الثانيه. دماغ متكلفه. لا ما انا هنقول لك والله، انا هنقول لك احنا كمان والله يا منير، هنقول لك وهنعد لك. واحنا خارجين من المره دي مش هتعدي كده. السنه اللي فاتت بس عشان بس التوضيح، السنه اللي فاتت واحنا خارجين من ماتش الوداد دوري المجموعات السنه اللي فاتت اللي جينا لعبنا فيه الاهلي. أيه. واحنا في الباص. الكوتش، انا دايما في الباص واحنا راجعين من ماتش الوداد. على فكره احنا هنلاعب الاهلي الماتش بتاع خمسه. قلت له يعني ايه هتلاعب الاهلي؟ قال لي انا هخليك تعيط بعد الماتش. وبيتريقوا وبيضحكوا. ده الكوتش اللي بيقول لك كل الجهاز. فبيقولوها بضحك ان احنا هنلاعب الاهلي، احنا بقى انت هنا بقى بتتريق علينا، واحنا هنخليك تبكي بعد المباراه. حصلت المباراه طبعا انا ما بكيتش. طب بص الصوره دي. طبعا انا ما بكيتش، جايب لك التاريخ بتاعك. بس كان كنت بشعر هنا، خلي بالك. انا حلقت هنا على فكره من يومين. عملت عمره ولا ايه؟ لا هنا من يومين حلقت هنا. تمام. دي كانت 2013. كنت بنحلل على مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس. في جنوب أفريقيا، وطبعا كله لابس السود. لبست لهم تيشيرت. قلت لهم لازم نطلع بتيشيرت النادي الأهلي. أنا أهلاوي بشجع النادي الأهلي طبعا. يومها جنوب أفريقيا كلها اتقلبت عليا علشان برضه إن أنا أهلاوي. تمام، كمل لك القصة بتاعته. طيب عشان نروح لكابتن جمال. اتفضل. لا اتفضل يلا كمل. استنى اتفضل. كمل القصه. كمل بس عشان هيعلق. عايز اعلق على حاجات قلتها. أيه. جميله. أيه. جدا يعني. بعد ما خلصت المباراه لسه دلوقتي واحنا في اتحاد العاصمه وفي الوداد كلام تاني. هنلاعب الاهلي. وانت تاني. لا والله هم واخديني انا، هم واخديني انا عقده بتاعتهم. ان هو فانا كنت بنتمنى انا ما نلعبش النادي الاهلي. انا مش عايز نلعب النادي الاهلي، انا لاعب النادي الاهلي في سيمي فاينل، نلعب الاهلي في الفاينل، ما لعبوش دلوقتي.